اهلا وسهلا بمتابعي قناه جوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه بالضبط بالسوق المغطاه بالرشيديه. كما كنشوفوا احنا كنتواجدوا حاليا مع يعني بائع خضروات وفواكه اللي فين يعني في سوق المغطاه بالرشيديه، وغادي نخليكم مع مجموعه من التفاصيل من عنده بخصوص الاثمنه ديال الخضروات والفواكه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف امورك؟ لاباس الحمد لله. شي مزيان؟ اللهم الحمد لله. مبروك. الله فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. كيف ما كنقولوا الجميع يعني المغرب كامل اننا كنشوفوا الحمد لله كاين الخضره موجوده، الخير موجود. اللهم لك الحمد. قدام هو هذا. ايوا صح. تبارك الله عليك. متابعي قناة شوف تي في راه كيقولوا لك الوجه مبروكة. الله يبارك فيكم اسي. الله ينورك. خصوصا التسمينة كتشوف بان الطيشة اللي كتسوى دابا حاليا 12 درهم. ايوا على حسب الوقت. الوقت اللي جابها دابا 12 درهم راه فين ما مشيت كاينة 12 درهم 13 درهم. صحيح انا كنشوف الباع تقريبا في المدن كاملين ان الطيشة راه 12 10 هذا هو الثمن ديالها دابا ما بين 10 و 13 درهم. يعني بخصوص يعني الخضروات اخرين بخصوص الفواكه اخرى. الفواكه على حسب بحال دابا الفلفله كاينه راه طالعه شويه حتى هي راه دايره 20 درهم 25 درهم. هذا الكيلو الفلفله الحمراء الحمراء والصفراء. ايوا الخضرة مناسبة، البطاطا راه مازال باقية في الثمن ديالها. شحال كدير البطاطا؟ البطاطا كدير 5 دراهم 4 دراهم ونص. خذ خيزو 5 دراهم 4 دراهم ونص. يعني واش هاد الارتفاع كاين في تقريبا؟ لا لا ما شفتش الخضرة كاملة، شي مواد وصافي. غير شي مواد. وما الليمون هادشي ديال الفاكهة مازال الأثمنة ديالو طايحة. مناسبة للمواطن. البنان التفاح مناسب للمواطن. شحال وصل دابا حاليا البنان؟ البنان 10 دراهم 10 دراهم. الليمون؟ الليمون 6 دراهم 5 دراهم. الحمد لله كنشوف ان الرشيد ديال الحمد لله يعني الخير موجود. الخير موجود. الخير موجود. الله يحسن كما كنقولوا الله يحسن الدولة. الله يحسن العون للمسكين. ما المواطن كاين المواطن اللي منا هو لاباس عليه راه ما غاديش يقهروا هذا الشيء هذا. ايوا هادشي اللي كنشوفو حتى الدلاح راه قالوا لنا دخل البلاد. خل البارح شفتو انا البارح وما جبتوش ما درتوش. يعني كتشوف بانه يعني قبل الوقت ديالو واش ممكن يكون صحي ولا لا؟ الحاجه اللي بلا وقت راه ما عمرها كتكون صحيه. حاجه خاصها تنكل في وقتها. هما اللي كيوجدوها ب ما عرفت بشي حاجه اللي ما اللي ما يعرفهاش اللهم يسميه يقولهاش. ما ديرهاش حسن. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. شكرا. كيف ما كتشوف متابعين كان تشوف تي في فهاد البث المباشر من مدينة الرشيدية أمام بائع الخضروات والفواكه في السوق المغطاة بالرشيدية. ديك شفنا مجموعة من الأثمنة ديال الخضروات وكيقولوا أنه يعني كاين واحد الارتفاع ديال خصوصا ماشي في كل الخضروات لكن كاين الطماطيشه الصلا وبعض الفلفله الحمراء يعني الحمراء والصفراء. يعني هنا فين كاين واحد الارتفاع اللي هو شويه مهول لكن بعض الفواكه اللي كيقول بانه اثمنتها الاثمنه ديالها مناسبه للجميع في متناول الجميع. الحمد لله انه كاين الحمد لله موجود في مدينه الرشيديه لكن